فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أكون في الدرس في المسجد يتصل بي بعض الزبائن يريدون بضاعة معينة، فهل يجوز لي أن أرد عليهم في المسجد؟ لا، ما يجوز البيع والشراء في المسجد، لا بالجوال ولا بالتلفون ولا بالمشافهة، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا ما يجوز البيع ولا التأجير ولا نعم.